شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد والتي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس. عقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لقمة التمويل العالمية بالعاصمة الفرنسية باريس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس التقى على هامش أعمال القمة مع كل من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا والرئيس ويليام روتو رئيس كينيا، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بأطر التعاون المشترك، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وأشقائها الأفارقة. والتقى السيد الرئيس كذلك مع السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، حيث تم تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي. من خلالكم أشكر الحكومة الفرنسية على الالتزام بخريطة الطريق وأيضا على الدعم المقدم من خلال القروض التي تم والحقيقة لازم أسجل أنا بتقدير شديد جدا لفرنسا. J'estime beaucoup la France. Parce que toujours la France était toujours amie à l'Égypte. Et toujours a soutenu l'Égypte. Et coopère avec l'Égypte. Aussi, le coût du prêt concernant ces entreprises, ces entreprises sont considérées. Merci, Monsieur le Président, d'abord. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris.